الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع المثال التاسع، مثال على البرامج الخطية، وهو المثال التاسع Maximization Problem أو عملية تعظيم للدالة لخضوع لقيود معينة. Example on Linear Programming, Linear Programming Problem. أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا، وعلى بركة الله نبدأ. لنفترض بأن لدينا المعادلة الخطية الآتي مع القيود المفروض عليه. هذه الآن المعادلة P تساوي 100X زائد 36Y. إذن الآن لدينا متغيرين أو متغيران قرار اللي هم decision variable X وY، وهذه P الدالة الخطية. نريد أن نعظم هذه الدالة خضوعا للقيدين الآتيين: 4X زائد 2Y أقل من أو 120، 2x زائد 4y أقل من أو تساوي 160. طبعا هنا تحصيل حاصل بأن ما يسمى القيود غير السالبة، negative constraint، x وy دائما وأبدا كل قيمة لهما يجب أن تكون أكبر من أو تساوي صفرا. الآن نضع هذه الجداول جدولين، هناك جدولان الآن للقيد الأول والقيد الثاني. هذا القيد الأول هنا، إذا افترضنا الآن بأن y تساوي صفرا، معنى ذلك 4x طبعا هنا بنحولها الى تساوي، هنا هذه اقل من او تساوي تصبح تساوي. فاذا افترضنا بان الان 2y تساوي صفرا، لان y تساوي صفرا، بيبقى عندي الان 4x تساوي 120. اذا x تساوي الان هنا صفر، 120 على 4 يساوي 30. واذا افترضنا بان x في القيد الاول تساوي صفرا، يبقى لدينا 2y تساوي 120، معنى ذلك y تساوي 60. إذن هنا إذا كانت x تساوي 0 هنا تساوي 60. هذا القيد الأول. أما القيد الثاني الآن، إذا y تساوي 0 طبعا سوينا تساوي هنا، يعني غيرنا من أقل من تساوي أقل من أو تساوي إلى تساوي، مساواة من لا متساوية إلى متساوية. فإذا افترضنا بأن y تساوي صفرا، يبقى لدينا الآن 2x تساوي 160. إذا x تساوي 160 على 2 يساوي 80، إذا 80. وإذا x تساوي صفرا هنا، فإن y تساوي 160 على 4 يساوي 40. الآن يعني استطعنا الحصول على الإحداثيات vertices، هذه coordinate x عندما كانت x 30 كانت y تساوي صفرا، وعندما كانت x تساوي صفر كانت y تساوي 60. وفي القيد الثاني عندما كانت x y تساوي 0 كانت x 80، وعندما كانت x تساوي 0 كانت y تساوي 40. الآن يمكن لنا أن نمثل هذين القيدين على شكل رسم بياني. الآن هنا على المحور الأفقي x's، على المحور العمودي y's، والقيد الأول لاحظي لي هنا طبعا 0 0 نقطة الأصل. هذا القيد الأول اللي هو 30 0 و 0 60. هنا الآن هذا القيد الأول اللي هو 4x زائد 2y أقل من أو تساوي 120، وبالتالي اتجاه نحو نقطة الأصل. فهذه 30 وصفر، وهذه 0 و60. إذا 30 وصفر و60، هذا القيد الأول. أما القيد الثاني لاحظوا لي x بتكون 80، y تساوي صفرا، x بتساوي صفر، y تساوي 80. إذا نحصل على القيد الثاني، هذا القيد الثاني 2x زائد 4y أقل من أو تساوي 160، وبالتالي هذه 80 وهو 0 و40. بما أنه الآن لاحظوا لي القيد الأول 4x زائد 2y أقل من أو تساوي 120، معنى ذلك هذا القيد الأول اللي هو البني هذا باتجاه نقطة الأصل، والقيد الثاني 2x زائد 4y أقل من أو تساوي 160، إذ القيد هذا باتجاه نقطة الأصل، وبالتالي هذا السهم إلى الأسفل، هنا إلى السهم الأسفل. وما يعني الآن بأن ما يسمى بالفيزيبل ريجن أو المجموعة الممكنة محصورة بين 0 و 0، 30 و 0، نقطة التقاطع هذه و 0 40. إذن هنا ما يسمى بالمجموعة الممكنة فيزيبل ريجن. ما هي قيمة هذه هنا النقطة، هذه التقاطع بين القيد الأول والقيد الثاني؟ هنا الآن وضعت الحل بهذا المستطيل هنا، جعلنا يعني الآن القيد الأول 4x زائد 2y تساوي 120 جعلناه، والقيد الثاني 2x زائد 4y تساوي 160. نضرب الآن القيد الثاني بسالب 2 لنحصل على سالب 4. لاحظوا لي هنا ضربنا بسالب 2، سالب 4x ثم سالب 8y
تساوي سالب 22، لأنه ضربنا كل إشي بسالب 2. نطرح هاي من الأول، نطرح هذه النتيجة من المعادلة الأولى، نحصل على سالب 6x يساوي سالب 20، إذا y يساوي 200 على 6 وتساوي 33 1/3. ما يعني الآن إذا عوضنا عن y ب 33 1/3 بتكون x يساوي 13 1/3. ما يعني الآن بأن هذه النقطة هي الآن نقطة التقاطع 13 1/3 لx و 33 لy. الآن نريد أن نعظم الآن هذه المساحة. كيف الآن نعوض عن كل الإحداثيات؟ هذه الإحداثية، هذه الإحداثية، هذه الإحداثية، هذه الإحداثية، لنرى بالضبط أي إحداثية، أي زوج مرتب من X و Y الذي يجعل قيمة P تساوي 100X زائد 36Y أعظم ما يمكن. هذه القيمة الأولى هنا 0 0 0 مستغنى عنها، لكن عوضنا الآن عن X 30 و 13 و 3 و 0 وعن Y 0 33 و 40، وجدنا بأن أعظم قيمة لX هي عندما كانت أعظم قيمة لP اللي هي الobjective function أو الدالة الهدف تساوي 3000، عندما كانت X تساوي 30، إذن هنا 30 وY تساوي 0، ما يعني بأن هذه الدالة تكون أعظم ما يمكن إذا كانت X تساوي 30 وليس هناك وجود لY. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع المهم، أرجو منكم متابعته أكثر من مرة والتعلم على كيفية استخدام تقنيات الآن البرمجة الخطية في حل مسائل التعظيم والتقليل، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.